غير بيلعبهم رؤوف بالخبرة. الخبرة أوه هدف تاني، هدف تاني طبعا ما شفناهاش، ما حسيناش بيها، ما سمعناهاش. محمد شريف يسجل الهدف الثاني على ما يبدو. طب ده كلام، تعالوا بقى نتخيل شكلها تسديدة ولا هتيجي في الإعادة، هتيجي ازاي؟ هدف في لحظة، هدف في لحظة إعادة كرة أحمد رؤوف، هدف تاني لوادي دجلة. طارق العشري قلت لحضراتكم بيلعب المباريات بالطريقة دي، بالطريقة دي، قليل من الاستحواذ كثير من الفاعلية ل طبعا نادي وادي دجلة. برافو، هدف تاني، رد فعل الأسيوطي لسوء الحظ في لحظة ما بيطلع، ادي الكرة بتتعاد شفناها ولو من جزء. برافو 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 يا شريف، برافو، نشوفها في الإعادة.